اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. ايوه انا كوكي مونستر. ايوه ورجعت لكم تاني. ايوه انا لسه جعان ولسه زهقان. يا ترى اعمل ايه النهارده في اليوم الممل ده؟ انا جعان جدا ونفسي اكل لبان، وكمان الجو حر قوي وزهقان. نينا نينا ممكن تيجي هنا شويه؟ ازيك يا كوكي مونستر، عامل ايه؟ ازيك يا نينا، ايه الاخبار؟ الحمد لله انا كويسه، انت اخبارك ايه؟ انا تعبان وزهقان وجعان وعايز اكل اكل كتير. طب بص كوكي ماستر، انا جايبه لك النهارده بقى معايا لعبه حلوه جدا. الصرصار اللي هو عامل زي الحرير ده هنفتحه النهارده بقى ونقعد نلعب بيه ونتفرج عليه من جوه. ايه ده بجد؟ ايوه بجد، بس انا كنت فاكره لبان. لا ده مش لبان، انا جايبه لك ده صرصار حرير. لا بس انا حاسس ان هو لبان. والله ما البان، تعالى نفتحه دلوقتي ونتفرج عليه ونشوفه عامل ازاي من جوه. وصدقني ان هو اصلا في الاخر ده صرصار حرير، وكمان صرصار ذكي وجايب لك منه الوان كتير قوي. ليه مش عايز انت تصدقني؟ لا انا قلت ان هو البان. يعني البان يا ابني بقول لك صرصار حرير حلو ذكي كده. يوه انت شكلك ما تفهميش حاجه. طب انا وروني كده دلوقتي. طب خلاص ماشي، انا هفتحه وارولك وهثبت لك ان هو في الاخر صرصار، وانت مش عارف الفرق بين الصرصار واللبان. اوكي انا عايز ان انا اشوف معاك انت هتوريني ايه. انا مستعد للتحدي الرهيب ده، عشان انا قلت ان هو البان يعني البان. انا بقولك ان هو صرصار. وانا قلت ان هو البان. انا بقولك ان هو صرصار. انا قلت ان هو البان. يو عليك ده، انت دماغك دي عنيد جدا. انا هفتح دلوقتي بقى اللعبه وهوريها لك، وهوريك ان انت اصلا ايه مش عارف اي حاجه وما تعرفش الفرق ما بينهم. انت بتغلطي فيا ولا ايه؟ انت بتقولي ان انا ما بفهمش؟ يعني حاجه زي كده، انت فعلا ما بتفهمش، يعني مش هننكر حاجه زي كده يعني. يو عليك، انا هوريك ان هو البان وفي الاخر كمان هاكله. بجد هتاكله؟ طب واو. طب تصدق بقى انا هفتحه لك دلوقتي وهوريك ان هو صرصال، وهيطلع في الاخر منظرك وحش جدا. اوكي وريني شوفي انا هعمل فيك ايه. بصوا يا اصحابي، تعالوا بقى مالناش دعوه بكوكي مانستر ده عشان هو دماغه كده مع نفسه. تعالوا بقى نفتح نشوف الصرصار الفظيع ده بالالوان الكتير قوي المختلفه هيكون شكله عامل ازاي. واو انا متشوقه قوي، هنلعب بقى بيه واقعد اجربه لكم النهارده ونشوف بقى ممكن يعمل لنا ايه. واو 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 مستعدين؟ بصوا دي علبه فاضيه تقريبا، عشان معانا علبه زياده لو عايزين احنا نحط فيها لون. قلت لك ان هو البين. يوه بقى عليك يا كوكي مصر، ماكش دعوه سامحني، سيبني اوريهم الصرصار اللي معايا، ماكش دعوه بيا لو سمحت. تعالوا بقى نفتح اني لون تحبوه، اني لون تحبوه. تعالوا كده نفتح لون البرتقاني ونتفرج عليه ونشوف شكله عامل ازاي من جوه. انا بحب قوي طعم البرتقال، هاكل لبان الحمد لله، هاكل لبان. طب خلاص بس ده مش هفتح لون البرتقالي، انا هفتح لون الاصفر عندنا فيك. الله ده شكل اللبان بالموز يجنن. يوه عليك يا كوكي مانستر، صدق انت رخم جدا. انا دلوقتي هوريك ان هو صرصال، ومالكش دعوه لو سمحت وما تكلمنيش. بصوا يا اصحابي كده خدنا حته كبيره قوي منه، هنقعد بقى نفعصها ونلعب بيه. ايه ده، بصوا الصرصار شكله حلو ازاي. بيمط كده منه فيه وناعم وحرير، وتحس ان هو فيه من الحرير وبتشكل بطريقه حلوه جدا. اتفضل بقى يا كوكي مانستر كل الحته دي. ايه ده دي كبير قوي على اساس ان هي تكون لبان، بس انا شايف ان الحته حلوه قوي. قلت لك كلها، مش انت عمال بقى تقولي ان هي صرصار؟ اتفضل بقى كده حاول ان انت تاكلها، مش عارف ان انت تاكلها. انا كنت عارفه ان هو هيسكت وفي الاخر هيقول ان ده صلصال مش لبان، بس هو لازم يطلع عيني الاول ويعند معايا جدا علشان في الاخر يقتنع. مش مشكله، احنا هنعتبره طفل ودماغه على قده. تعالوا بقى كده نشوف دلوقتي اللون التاني اللي معايا. ايه ده الله، بص لون البامبا الفظيع ده شكله حلو جدا. الله ده لون بامبا فاتح، معجبه بيه قوي. اهو بصوا بيتمط كده منه فيه وشكله حلو قوي وبيتقطع. ايه رايك فيه كوكي مصر، عاجبك؟ عجبني جدا، ما تجيبي حته كلها يا حبيبي. ده صلصال، انا كل شويه اقول لك ده صلصال، طب بقول لك ان ده صلصال. اوكي تصدقي انت عندك حق، انا كنت غلطان، انا كنت فاكر ان ده البان وفي الاخر طلع ان هو كله صلصال. تعالى بقى نتفرج على اللون التاني ده. ايه ده، بص لون الاخضر، تحس ان هو زي ما يكون بالمستكة. برضو بيمط وشكله جميل جدا وحلو قوي، انا معجبه بيه جدا وانا بلعب بيه مبسوطه جدا بيه. بصوا فعصته كده اهو وعماله اخليه يمط. الله ايه رايك فيه كوكي مونستر، عجبك؟ عجبني جدا، انا معجب جدا بالصرصار الفظيع ده، وعجبني كل الالوان بتاعته.
طيب اهم حاجه ان انت اعجبت بيه، والحمد لله الحمد لله اقتنعت ان ده في الاخر صرصار مش لبان. وبصوا بيتنط بقى ويتشكل ازاي، الله شكله فعلا حلو جدا. تعالوا بقى نشوف كمان لون تاني مختلف، تحبوا تشوفوا لون ايه؟ تحبوا تشوفوا لون ايه؟ نجيب لون البرتقالي. طب ما تجيبي حته ايه كوكي مانستر؟ حته من الصرصار ده عايز ان انا ادوقه. انت برضو تاني ما بتحرمش ده يا حبيبي، ما بيتاكلش. انا عارف ان هو ما بيتاكلش بس انا عايز ان انا ادوقه. ايه يعني عايز ان انا ادوق الصرصار في ايه؟ انا حر، انا عايز ان انا ادوقه، انا عايز ان انا ادوقه، انا عايز ان انا ادوقه. حاضر اسكت اسكت، هجيب لك انا صرصار اهو. ايه رايك بقى؟ عجبك؟ طعمه حلو بقى كده لما حطيته كله في بقك؟ ايه ده ما بيتمضغش، ده طعمه وحش جدا، انا مش عارف اعمل ايه في نفسي، ده طعمه طلع بشع. خلاص خلاص مش عايز ان انا اكله. بعد ايه انا هسيبك كده بقى بقك يقعد ملزق علشان تقتنع في الاخر ان ده صرصار وما بيتاكلش. ايه رايك بقى؟ مبسوط بيه؟ مبسوط؟ عجبك؟ حرام عليك شيليه بقى من بقي، انت قويه ومفترية. ايوه انا عارفه ان انا قويه ومفتريه، بس كان لازم تقتنع في الاخر ان ده ما بيتاكلش، ده بيتلعب بس بيه، وزي ما قلت لكم كده الوانه حلوه جدا وخلاص. لكن انت مصمم ان انت تاكله، دي حاجه ترجع لك. هتعمل كده تاني؟ لا خلاص انا حرمت. طب خلاص اوكي انا هشيله، بس ما تجيش تقولي تاني ان ده لبان او ده بيتاكل اصلا. يوه عليك شكرا، ده انت اشياء قويه ومفتريه. انا اتمنى اصحابي ان انتوا تكونوا انبسطتوا معايا في الفيديو النهارده. هي اي نعم طلعت عيني، بس ورتنا نوع صلصال جديد حلو قوي، انا عجبت بيه جدا. وانا برضو لسه جعان، محلناش المشكله دي. اكتبولي بقى في الكومنتات اقتراحات على اكل ممكن ان انا اكله، علشان انا نفسي اكل اكل جديد كتير قوي طعمه حلو قوي. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان يكون الصلصال الحرير ده عجبكم. انبسطت معايا النهارده، هتوحشوني قوي يا اصحابي، وهستنى الكومنتات بتاعتكم، وهستنى ان انتوا تقولوا لي ايه في الكومنتات اكل ايه، وانا اكتر لون صلصال عجبكم. وبليز كمان ما تنسوش يا اصحابي ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.